الموسم الرمضاني هو موسم الدراما في مصر والعالم العربي، حيث يحرص كل الممثلين تقريبا على تقديم عمل في الشهر الكريم، ويتقاضون عليه ملايين الجنيهات، ما يعرضهم لانتقادات حادة من الجمهور، حيث يتصدر لائحة الأجور عادل إمام بحسب مصادر صحفية، الذي يتقاضى 40 مليون جنيه عن مسلسله الجديد فالنتينو، وتشاركه في البطولة بالمناسبة داليا البحيري، والعمل من تأليف أيمن بهجة أمر وإخراج نجل عادل إمام رامي إمام. أيضا بينما حل في المرتبة الثانية محمد رمضان بمسلسله البرنس براتب وصل إلى 18 مليون جنيه، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي. وفي المرتبة الثالثة جاء أمير كرارة وحصل على راتب وصل ل 11 مليون جنيه، حيث يقدم مسلسل الاختيار، ويجسد فيه شخصية الضابط أحمد المنسي الذي قتل في سيناء وسط دعاوى قضائية من أسرة المنسي التي ترفض عمل مسلسل باسمه، لكن المحكمة أحالت الدعاوى للأمور العادية، فيما يبدو أن الدولة تصر على إذاعة المسلسل. في المرتبة الرابعة جاء ياسر جلال ويحصل على راتب وصل ل 9 ملايين جنيه، ويقدم مسلسل الفتوة، ويعاونه كل من أحمد صلاح حسني ورياض الخولي. وفي المرتبة الخامسة جاءت نيلي كريم وتحصل على 7 ملايين جنيه عن مسلسل ميت وش الذي يعاونها فيه آسر ياسين، وهو من إخراج كاملة أبو ذكري. في المرتبة السادسة جاءت ياسمين عبد العزيز وتحصل على 5 ملايين جنيه عن مسلسل ونحب تاني لي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى بكري. لكن مهلا فهذه الأجور من 40 مليون جنيه وحتى 5 ملايين، حتى وإن بدت كثيرة ومتباينة، إلا أنها أقل بكثير من الأعوام الماضية. بعدما تدخل الجيش والمخابرات في الدراما المصرية بقوة، وأصبح يسيطران عليهما كليا عن طريق شركة سينرجي التابعة لتامر مرسي، وبالتالي خفض الأجور. على سبيل المثال، فقد وصل سعر عادل إمام في السوق حتى العام الماضي 65 مليون جنيه، في حين يتقاضى 40 مليون جنيه هذا العام. وكذلك وصل سعر الفنان محمد رمضان 45 مليون جنيه حتى العام الماضي، في حين يتقاضى هذا العام 18 مليونا فقط. مشاهدينا، للتعليق على المسلسلات وأجور الممثلين فيها، كذلك السب الذي تعرضت به داليا البحيري للعمال، ينضم إلينا عبر سكايب أيمن عبد الرازق المنتج الفني. أستاذ أيمن، أبدأ معك من حيث ذكرت، وهو داليا البحيري. داليا البحيري سبت العمال بشكل مهين كما ذكرنا في تغريدتها على فيسبوك. هل تعتقد أن تلك التغريدة هي مجرد زلة لسان، أم أنها كانت تقصد هذه الإهانة وهذا السباب؟ مساء الخير عليكم. الحقيقة يعني أنا أندهش من مقولة داليا البحيري في هذا الوقت، وفي دولة نسمع عنها كل يوم عن شباب وشابات ورجال ونساء يقتلون أنفسهم بأبشع الطرق، مثل يعني إلقاء البعض أنفسهم أمام المترو، عجلات المترو، أو إلقاء بعض الشباب أنفسهم من فوق برج القاهرة، أو من يعني أو من فوق أماكن مرتفعة، أو وجود بعض الأطفال في الشوارع وتحت الكباري بلا مأوى وبلا طعام وبلا أهل وبلا أصل. يعني هذا في الظروف العادية قبل أزمة كورونا، فما بالك في الظروف التي نعيش فيها الآن منذ أكثر من شهر، وهذه الأزمة قد طالت كل فئات المجتمع وكل شرائح المجتمع، والكل يشتكي، حتى رجال الأعمال وحتى من معهم الأموال الطائلة كلهم يشتكون.